كان من دعوات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي أكثر دعوة كما قال أنس بن مالك. والتذكير بأنس له أهميته، لأن أنس خادم رسول الله، فهو أعلم بأحوال رسول الله من غيره. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلنكثر من الدعاء بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهي دعوة الكليم موسى عليه السلام، إذ قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد مرض، فإذا به خفت فأصبح مثل الفرخ، فقال النبي له: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، لا تستطيع، لا تطيقه. ولو قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكان خيرا لك. هذه أكثر دعوة النبي كان يدعو بها، وشهدها من التنزيل. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، تشمل الزوجة الصالحة، تشمل هدوء البال، تشمل الذرية الصالحة، تشمل المال، تشمل الصحة، تشمل الأمن، تشمل الأمان. كل خير في الدنيا تتضمنه كلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة الآخرة بالاتفاق الجنة مع رضوان الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فلنكثر من هذه الدعوة.